هنعمل دلوقتي صينيه بطاطا بالقرفه. شوفوا اهي الزبده ساحت بعيد عن النار، ده الرز اللي بالمشروم. المقادير صينيه البطاطا: كيلو بطاطا بسلقها او بشويها وهرسها، اللي عايزه تشويها اوكي، عايزه تحطيها في ميه تسلقيها عادي اوكي، عايزه تسويها زي ما كانوا اهالينا ساعات بيحطوا لها الجران ده، بس انا ما بحبش الطريقه دي عشان مش صحيه، مفيش مشكله. المهم تسلقي الكيلو وتهرسي. نص كوبايه سكر، بيضتين، معلقتين زبده سايحه، معلقتين كبار زبده سايحه، فانيليا، معلقه صغيره ملح، وما تستغربيش الملح، لكن معلقه الملح الممسوحه دي بتعمل زي توازن في الطعم مع السكر، بتبقى حلوه قوي. رشه جوز الطيب ونص معلقه جنزبيل. الوش بتاعي هحط معلقتين سكر، معلقه قرفه، وهحط عليها فول سوداني. المقادير من تاني: كيلو بطاطا زي ما قلنا بتعمليها بالطريقه اللي انت عايزاها، سواء مشويه في الفرن، لان في الفرن بتحطيها عادي، بتغسليها وتحطيها عادي مفيش من غير اي حاجه خالص، او سلقاها تهرسيها. ونص كوبايه سكر، بيضتين، معلقتين زبده سايحه، فانيليا، معلقه صغيره ملح، معلقه ممسوحه بس ملح مش معلقه مليانه، رشه جوز الطيب وشويه جنزبيل للوش، معلقتين سكر، معلقه قرفه وسوداني. ده طاجن الجمبري اهو طلع، لو نجيبه بس قبل ما نبتدي نشتغل. طاجن الجمبري اللي عملناه النهارده طعمه مش عايزه اقول لكم، خرافي، مشطشط وخرافي، حلو جدا. هاجي بقى اعمل البطاطا. البطاطا دي مختلفه عن البطاطا اللي احنا بنعملها، انها بتبقى قطعه في الاخر، بيبقى شكلها عامل زي البسبوسه، وما الصبحيه افتكروها بسبوسه وانا جايبه الصينيه اللي انا عاملاها. ادي البطاطا بتاعتي المهروسه، بسم الله، احط عليها الزبده، ساحه الزبده اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط عليها السكر. لو البطاطا مسكره قللي السكر شويه، يعني مش لازم تحطي السكر كله، لان ساعات البطاطا ما بيبقاش طعمها حلو. لو طعمها مسكر خلاص قللي السكر، مش لازم تحطي السكر كله. ادي الجنزبيل، انا حاطه حوالي نص معلقه جنزبيل، وادي الفانيليا هضربها مع البيض، البيضتين اضربيهم الاول قبل ما تحطيهم على البطاطا علشان ما يكلكعوش في حته وحته. ادي البيض مع الفانيليا، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بضربه كويس، وهحطه عليها، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده اهو شويه من القرفه وجوز الطيب، بحط حوالي ربع معلقه من جوز الطيب، ما بكترش، بقلبهم كويس، وبعدين هجيب بايركس او صينيه او طاجن اللي عندك وهتحطيهم فيه. احنا يا احمد ممكن ندخل دي هنا بس اهي، هنحطهم فيه، بسم الله الرحمن الرحيم كده. بتساوي الوش، بساوي الوش كويس، وبعدين هعمل ايه، هرش القرفة عليها، وبعد كده سكر، عشان السكر ده بيتكرمل جوه بيقرقش فبيبقى حلو. بعد كده اهو هجيب بقى السوداني وارصه عليها. هي طبعا هي الوصفه الاصليه بعين الجمل، بس انا ايه بحاول اسهل عليكم شويه اهي. هجيب السوداني كده اهو و ارصه داير ما يدور،
داير ما يدور البطاطا كذا صف، وبعد كده ادخلها الفرن. بتاخد في الفرن حوالي نص ساعة، وبعد كده اهو بطلعها. طبعا هي انا برص الصينية كلها بالسوداني. انا هروح بقى الفاصل، برصها كلها وهوريكم شكلها في الاخر بيبقى ازاي. برص السوداني وشكل صينية البطاطا بعد ما بتخلص. انا اهو مزوقاها شايفين بالسوداني والقرفة عليها، وبحط عليها شوية كريم شانتيه للي يحب، يعني مش اساسية، ممكن كده اهو كافية انها تتقدم. بس بنحط لها اللي عايز يحط لها. مدام اسماء، ايه مدام ايه؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ انا اسماء يا مدام ايه. اهلا وسهلا بيكي، ازاي حضرتك؟ الله يخليكي، بنشكرك على الحاجات اللي بتقدمها لنا. الله يخليكي حبيبه قلبي، والله مبسوطه بيكي يعني. تسلمي لي يا رب، الله يخليكي حبيبه قلبي، عينيا ليكي. النادي عايزه طريقه السينمون. السينمون، حاضر، من عينيا الاثنين. هقول لك طريقه، احنا عملناها حلقه قبل كده، عملناها كانت حلوه جدا، بس هقول لك طريقه السينمون رولز النهارده ان شاء الله. بس اعيد الوصفات واقول وصفه القلاقيش من عينيا الاثنين. اهي كده اهو شايفين، وعليها وردات صغننه هنا اهو. انا دايما هحاول الوصفه اللي ملحقش اقولها لكم تاني يوم على طول. اهي ادي، يا ريت نجيب صينيه البطاطا بس الاول من فوق قبل ما نعيد الوصفات. اهي شايفين الوردات بتعمل كونتراست بقى مع اللون، فبتدي شكل حلو قوي، لان هي غامقه والقرفه مغمقاها، فالوردات الكريم شانتيه بتدي لون عليها حلو قوي.